بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن أول مرحلة في تكوين البرق، وهو ينزل الشعاع كهربائي سالب من القيمة باتجاه الأرض، ولذلك خلال زمن قصير جدا يبلغ عدد أجزاء من الآلاف من الثانية. المرحلة الثانية وهي يقترب هذا الشعاع من سطح الأرض حيث يلتقي مع شحنات موجبة الموجودة على سطح الأرض. أيضا المرحلة الثالثة يصطدم الشعاع الموجب مع الشحنة السالبة وتتولد شرارة كهربائية عنيفة تتجه بالاتجاه الأعلى. أيضا المرحلة الرابعة والأخيرة وهي يتولد أخيرا الشعاع الراجع الذي نراه، وهو يحوي حرارة البرق، طبعا حرارة البرق 30,000 وطاقته، وتتم هذه العملية في 25 ملي ثانية تقريبا. الكل يسأل كيف يعني 25 ملي؟ طبعا الملي الواحد أو الملي ثانية هو جزء من الألف من الثانية، والله أعلم.